ايه الكلام العجيب ده يا انجي؟ انت بتعجزيني، عايزه تحرجيني؟ هعجزك ليه يعني؟ ايه الجنان ده؟ انا لو عايزه اعجزك كنت كتبت الكلام تاني خالص. طب خدي يا الكلام العجيب ده. هات. ايه؟ يتهادى الطفل في مشيته بخيلاء من طفل مصقول عوارضه لطفل يعاني. ها؟ ايه السهوله اللي انت بتقري بيها دي؟ انت كده بتضايقيني زياده. وبعد كده ايه مصقول عوارضه دي؟ مصقول عوارضه من قصيده للأعشى. مين يا اختي؟ الأعشى ده كان شاعر جاهلي بيقول كلام بقى لصاحبته، قصدي حبيبته يعني. بص بقى كان بيقول لها ايه وتعلم. هيفاء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينة كما يمشي الوجي الوحل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا مال أمي يعني؟ هو بيعمل كده في حبيبته وبيعمل كده في هيفا بتاعته دي، أنت بتعملي فيا أنا كده ليه؟ وبعدين أنا فهمت إيه برضو من مصقول عوارضه دي؟ واضحة واضحة يا علي. ها كيف؟ ها شفت؟ فهمت؟ لا فهمت حاجة أنا. يعني إيه؟ يعني أسنان ناصعة البياض. يا سلام، طب ما تقولي كده من الأول وخلصنا. أف خد يا شيخة بلا مصقول عوارضه بلا نيلة، امسكني على حاجة تقرف. انتي اخرة التعليم المجاني، تكريم قرف، مفيش لغة، مفيش ثقة بالنفس، تقرف، مش عارفة ايه اللي لمني عليك.